بس انا عايزه اتكلم في نقطه الحنين دي. ناس كتير قوي بتتكلم عن الحنين. الفكره اعتقد ان هي كمان خلق جيل جديد يبقى له ذكريات زي الاجيال اللي عندها حنين وعندها ذكريات. اعتقد ان الاجيال الجديده بقى عندها فرصه ان هي كمان يبقى عندها ذكرياتها، ما تبقاش عايشه بذكريات الاجيال اللي فاتت من خلال المسلسلات الجديده اللي زي جودر. ما هو يمكن ذكاء الشركة المتحدة وفي اختيارها لإسلام خيري المخرج في إن هو يقدم عمل باحترافية وجودة كبيرة بهذا الشكل، لأن هو بيخاطب الأجيال الجديدة اللي هي ما حضرتش ألف ليلة وليلة في الراديو أو ما تابعتش الأعمال اللي اتقدمت في التلفزيون، فبالتالي هو بيخاطب الأجيال الجديدة اللي هي متعودة على تقنيات حديثة جدا ومؤثرات سمعية وبصرية يعني بيشاهدوها في الأعمال الكبيرة أو في كل الأعمال اللي بتقدمها الاستوديوهات العالمية سواء على المنصات أو في السينما. فلو شفنا المسلسل هنحس قد إيه هو في احترافية شديدة جدا في المؤثرات السمعية والبصرية، وإن كل عنصر من عناصر المسلسل بيتم اختياره بجودة عالية جدا، لأن هو بيخاطب شريحة جمهور يعني بتتابع كويس وبتتفرج. يمكن إحنا على ايامنا يعني كانت المؤثرات السمعيه والبصريه على الأد او بتبقى بشكل يدوي او بلدي زي ما بنقول، لكن احنا كنا بنتقبلها وبنحبها وبنعديها يعني. لكن الاجيال الجديده ما بتعديش حاجه، فبالتالي ان هم يبقوا معجبين بالمسلسل وشايفين ان كل حاجه في مكانها ده نجاح كبير في حد ذاته.